السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. في هذه الحلقة اليوم سوف أتحدث على موضوع، وهو أن الإدارة الأمريكية أو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت من المحكمة العليا النظر في القضية الخاصة أو فيما يسمى بخطة ترامب والرامية إلى منع المهاجرين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية، والذين ربما سوف يستفيدون من المعونات الأمريكية، أو أولئك المقيمون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والذين يستفيدون من المعونات الأمريكية. مرحبا بكم. هذا الأسبوع قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع دعوى قضائية أو دعوة استئناف أو ما يسمى بالإمرجنسي أبيل لدى المحكمة العليا الأمريكية، مطالبة بتنفيذ خطة ترامب الرامية إلى منع المهاجرين الذين ربما سوف يشكلون عبئا على الحكومة الأمريكية، أو أولئك الحاملين للبطاقة الخضراء والمقيمون هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والذي ثبت أنهم يستفيدون من المعونات الأمريكية. فكلنا نتذكر هذه القضية التي ظهرت تقريبا في أواخر شهر 8 أو شهر 9، عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني بوضع خطة جديدة، خطة تخص الهجرة، ترمي إلى منع أي مهاجر قد يظهر لضابط الهجرة في القنصليات الأمريكية أنه ربما سوف يشكل عبئا على الحكومة الأمريكية، بمعنى أنه سوف يستفيد من تلك المعونات الحكومية، أو أولئك الذين لديهم الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية ويستفيدون من الحصول على المعونات الأمريكية بما فيها الفود ستامبس والميديكير والهاوسين أسيستنس. أوكي، وكلنا نعلم أن هذا القرار عرف نقدا من بعض المحاكم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض يعني المحاكم السفلى أعتقد في مدينة نيويورك، وتم عمل بلاك لهذا القرار. لكن هذا الأسبوع مرة أخرى قامت الإدارة الأمريكية متمثلة في إدارة ترامب برفع هذه القضية إلى المحكمة العليا للنظر في هذه القضية، بمعنى أن إدارة ترامب تريد تطبيق هذا القرار بالرغم من معارضة العديد من القضاة في المحاكم الفيدرالية الأمريكية. فلحد الآن لا نعلم هل هذا الأمر سوف يتم الحسم فيه أم مرة أخرى سوف يتم رفضه، لكن كل ما أعتقده شخصيا بما أنه تم رفعه إلى المحكمة العليا التي هي أعلى جهة قضائية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فسيكون قرار هذه الجهة هو القرار النهائي. يعني لا أظن أن هناك قاضي فيدرالي يعني سوف يقوم بالطعن عندما يتم استئناف هذا الحكم من طرف الإدارة الأمريكية لدى المحكمة العليا. فهذا باختصار جديد ما يتعلق بموضوع الببليك تشارج أو المعونات الأمريكية، أو هذا الأمر الذي كنا نتمنى أنه قد انتهى للأبد، لكن مرة أخرى الإدارة الأمريكية قامت كما قلت باستئناف يعني الطلب لدى المحكمة العليا التي سوف تقول كلمتها ربما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. فأغلب يعني الجهات الإعلامية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنه ربما يأخذ بين أسبوع أو أسبوعين لكي تؤكد يعني المحكمة العليا قرارها، والمتمثل في شخصية مشهورة هي قاضية مشهورة هي التي سوف تتخذ القرار النهائي. ومعروف أن هذه السيدة تم تعيينها سابقا إبان إدارة باراك أوباما، فلا نعلم هل هي سوف تكون مع دونالد ترامب أم ستكون ضد هذه القضية. فالأيام المقبلة هي التي سوف توضح لنا صحة هذا الكلام. هذا كل ما يتعلق بجديد يعني خطة ترامب الخاصة بالببليك تشارج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.